يعني خليني أبدأ سؤال، لأن ده أكيد أكيد كل شاب وشابة يعني مقبلين على حياة جديدة محتاجين يفكروا، هو أنا جاي لي عريس يخطبني أو أنا جاي عايز أخطب عروسة، إيه هي المعايير اللي أنا ممكن أقيس بيها الرجل اللي قدامي، وإيه هي المعايير اللي أقدر أقيس بيها الزوجة أو اللي أنا هقبل عليها على الجواز فيما بعد؟ ده سؤال يخص الناس المقبلة على الزواج، لكن بشكل عام طبعا يعني بقية فن العلاقات بقى بشكل عام ده هنتكلم فيه باستفاضة أكتر. اتفضلي. طيب خلينا نقول ان المعايير، في معايير ممكن تكون ثابته. اوكي. يعني احنا مثلا لو قلنا للبنت ان لازم اللي يجي لك يكون عنده قدره على العمل ورغبه في العمل، وفي نفس الوقت يكون عنده امانه. صحيح. فده انت بتدرسي سلوكه وشخصيته. يعني فتره الخطوبه دي انا ما نعتبرهاش خالص ان احنا بنجهز وبنجيب النيش وبنجيب ادوات البيت والكلام ده، لا، فتره الخطوبه دي فتره اختبار. اختبار لمشاعرنا، اختبار لشخصياتنا، لمدى التوافق اللي بيننا، للشخصية اللي قدامي. طيب دي أساسي إن هو يبقى حد عنده قدرة على العمل، يعني مش أهله مساعدينه ومجوزينه وجايبين له كل حاجة ونيجي بعد كده نقول ده إنسان مش مسؤول. أوكي؟ ده بيحصل كتير، وبتبقى نسبة الطلاق بعد كده كبيرة جدا، رغم إن هم بالفعل اتجوزوا، يعني اتجوزوا يعني ما عندهمش اضطرابات مادية ولا ظروف شباب ولا كلام من ده، البيت اتوجد، لكن هم اللي ما فيش بينهم توافق. نيجي بعد كده بقى التوافق الشخصي. التوافق الشخصي كل واحد مننا ليه صفات، يعني ليه صفات شخصيه. انت لما بتختاري واحده صاحبتك ممكن يكون في بنات كتير جدا كويسين، لكن انا في واحده فيهم هوا نفسي بيملها، صفاتها بتعجبني بتريحني، فهي دي اللي في بيني وبينها توافق. فمن هنا ان انا لازم اختار الشخص المناسب ليا، والشاب برضو يختار البنت المناسبه لي عن طريق التوافق في الصفات بتاعته. تحصل مشكله كبيره بقى بقابلها كتير، ان هم اصلا مش عارفين يختاروا، يعني في منهم بيبقى مش عارف نفسه. يعني يجي الشاب مثلا يقول انا عايز ارتبط. طيب عايز ترتبط ليه؟ يعني اكيد في اهداف، اللي انت عاوزها في اغراض، مواصفاتها ايه بالظبط؟ اول حاجه يقول لك بنت حلال كده. اوكي، اتس اوكي. يعني ايه بنت حلال كده؟ هي مثلا تقول لك والله انا عايزه واحد ملتزم، والله انا عايزه واحد يكون شاريني، ابن ناس. يعني كل ده مواصفات عايمه شويه، اوليه بالظبط. فخلينا نقول ان المواصفات دي ما يعني مش هي اللي على اساسها الاختيار، على اساسها الاختيار ان انا افهم نفسي اولا انا صفاتي ايه، والصفات المناسبة ليا ايه. زي ما قلت لك كده، وانت بتختاري واحدة صاحبتك، يعني وانت في شغلك بتقابلي بنات كتير، لكن هي دي من وسطهم هي اللي صاحبتي. صحيح. اوكي، فعشان انا امن لها لازم ابقى عارفة صفاتي انا، عشان يبقى في حاجة مشتركة بيننا. زي